قال الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، ولد الشيخ رحمه الله تعالى في العنيزة السنة 1307، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 1376. قال في منظومته المباركة: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار العايز مراتب الفخار. تعلم هديتا أفضل المنن الميزر شاكعا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العداء إلى المطلوب. حرص على فمي كالقواعد ملاحة المساء الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي زلال الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر وأكرم غفرانه والبر. والنية شرد لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في قلبها والدار في، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، ضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وشر من أصول التيسير في كل أمرنا بو تعصير، محظورين مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأقضاء والنهوم والنفس والأموال المعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل ففهم اللهم يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة تحريمها وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شائر مذكور، وصائر الأمور كمقاصدي يحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقده معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التقييم عنه وسل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورات عقب من الشرع شريف لم يحال، وأجر المحظور غبلان قباب الخسران وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرده فذو فساد وخلل. ومتلف الوديه ليس يضمن بل الدفاع بالتي هي أحسن، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرة في سياق نفي تضي العموم أو سياق نهي، كذاك من وما تفيدان معا إلى العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فمديد الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع تلتقي، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشاء عن المأمون فذاك أمر ليس بالمأمون، كل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لشرعتي، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما وعكسه فما إلى تفعلما. استعمل القرعاة عند المباني من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العاملان اجتمعا
صاح فعل واحد مسألعا وكل مشغول فلا يشغل مثال ومسبل ومن يؤد عن أخيه واجبا لو الرجوع الوزع الطبيعي على الأصيان كالوزع الشرعي بلا نكران الحمد لله على التمام في البيع والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعين على النبي وصاحبه والتابعين.